اسمع الاخبار فريش اشي الجديد لانجوش دي اشي جامد اخر حاجه وش. السلام عليكم، معكم دكتور بيش. النهارده يا جماعه هنلعب مع بعض لعبه روبلوكس في ماب الهروب من مستر سكيلتون. ان شاء الله سبتوا الفيديو، ما شاء الله كان مشترككم ما كنتوش مشتركين. وخلينا نشوف يا جماعه النهارده مستر سكيلتون، يعني انا شفته في الصور كده شكله مرعب جدا، فربنا يستر منه. يعني مش عارفين نخلص منه يا جماعه في ماينكرافت، حتى يجي لنا في روبلوكس كمان كده كتير يعني، بس ان شاء الله نقدر عليه. فخلينا نشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه يا رجاله. مش عارف احنا ماشيين على الهوا ولا ايه، ما علينا. بس في عمله غريبه هنا يا جماعه، وده البيت بتاع مستر سكيلتون وهو خاطفنا ومفروض نهرب. بس لا ثواني، طريق مقفول من الناحيه دي، نشوف الناحيه الثانيه كده يا باشا، مقفول برضو. ايه ده، هنعمل ايه طير يعني؟ ايه ده ثواني، ايه بتشاور لي هنا؟ من هنا. اوكي، ما بين السلم يا جماعه، يعني لا يمين ولا شمال، ما بين السلم. ايه ماتتنا على السلامه، مش مشكله، حلو، ساعدتنا وماتت. ايه الله عليك يا اسطوره، من غير ولا موتها طب ايه ده بقى؟ يعني انا مت ازاي يا جماعه؟ انا مت ازاي؟ ما لمستش حاجه ولا عشان اتكلمت؟ عشان اتكلمت والله، معلش ده نصب، معلش يعني. اهو اوكي هات العمله دي. يا اخي يعني لمستها كده بطرف شعري بس. يا جماعه ايه اللي بيموت هنا؟ مش عارف. الناس بتموت من غير سبب. ايه ده؟ والله في حاجه عبيطه في الماب ده. يمكن نقطع البتاعة دي مثلا بتموت برضه. ايه ده؟ يا جماعه بصراحه الماب خربان. ايه ده يا عم الماب خربان ده؟ ايه ده؟ امشي على الطرف يا جماعه، امشي على الطرف. يا سلام. برضه حاسس ان في حاجات انا مش ظاهره لي، يمكن اتوقع ان الماب يا جماعه مجلتش مش مترسبن. يعني تقريبا الماب مش مرسبن صح يا جماعه. والله صح، او ماي جاد. طيب عدت الماب فعلا يا جماعه، علشان كان فعلا ما جالتش. انا قلت لكم والله في حاجه ما جالتش، الحاجات ما كانتش ظاهره. شوفوا دلوقتي كل حاجه ظهرت، فاستعبطوا ليه؟ استغفر الله. بس على المبات المعفنه النتنه دي، بصوا من البدايه كده الماب نتن يا جماعه، مبدئيا الماب نتن عشان كان ما جالتش، والحاجات دي كانت سهله اهو. عملتها من اول مره، من اول مره. المره اللي فاتت عملتها من مره ال2000. استغفر الله. بس يلا ما علينا يا جماعه. اوكي هنجلتش تاني؟ هنجلتش. لا كده استعباط، بس ان شاء الله دي ما تكونش مجلتشه زي اللي قبلها. ايوه ده دي ايزي، دي مفيش مشكله، اهم حاجه ما تكونش مجلتشها. انا كده كده ما عنديش امر عميل في الاحتراف، بس هي لو ما جلتش اعمل ايه؟ طيب ما ده مش ذنبي يعني، معلش يا جماعه، لكن الاحتراف موجود يا باشا. ايوه لحظه، او ماي جاد، بيقول لي ان انت خلاص قربت تهرب، وده انا لسه بادئ يا باشا. قربت انت شكلك بتشتغلني، مش عارف. تعالي هنا مزمزيل سوس، تعالي مزمزيل سوس، تعالي خش خش، شكلها متاهه دي. نايس يا جماعه، ربنا يكرمنا ان شاء الله نهرب. بس والله سكيلتون مرعب والموسيقى مرعبه، حاجه تجلط، تطلع عليها كمان كوبي رايت. يا سلام يا سلام، يبقى انت المهم لعبته في حياتك. طب يا رجاله ما حدش عارف الطريق ولا ايه؟ يا مزمزيل سوسو عرفتي حاجه؟ لو عرفتي قولي لي. انت شكلك مش عارف حاجه، انت تايه اساسا زيي. طب احنا مش عارفين نخرج منين يا جماعه؟ هنا عناكب وتحس كده عامله زي المكتبه بتاعت ماينكرافت بتاعت الاند، هي تقريبا نفسها بالظبط يعني، فشكلها غريب كده. شوف من هنا. طيب ايوه شكلها من هنا يا جماعه، في نور هناك، ممكن يكون الطريق ده الصح، يا رب يطلع صح. كلهم جايين معايا، كلهم واثقين فيا، فبلاش نتكسف كده بقى، شكلنا وحش قوي. يا ريت يطلع صح يا باشا، كله واثق فيا هنا يا كابتن. الو ايه ده؟ يا نهار ازرق، كلهم جايين معايا. ماي جاد، نايس، بالصدفه كده ظبطناها الحمد لله يا جماعه، ما كسفتهمش. هنا يا رجاله، هنا اهو. فين؟ يلا خش معايا، خش ما يهمكوش. هنا الاحتراف ما عندناش، يا عم ارحميني. اوكي دي ايزي دي، بس انا عايز اخد الكوين. ايوه يا جماعه، لا يعني مش لعيب قوي، يعني مش قوي، نص نص. بس المهم خدت الكوين برضه، صحيح مت بس خدت الكوين، معلش يعني مش مشكله ان انا اهو المره دي بقى خدت الكوين وما متش. واحده كمان اهو ماشي، مش مشكله، ده مش لازم، اهم حاجه خدت الكوين، لكن التفاصيل التانيه مش مهم. جماعه كل شويه يبعت لي ان انا اشتري سيف، ما خلاص خلاص يا كابتن، ايش حد ده؟ انا خلاص عرفناش معاكو، خلاص عرفنا، خلاص اعرض مره وخلاص، كل شويه يعرضها. طب ما حدش يشتري بقى يا جماعه، ما حدش يشتري. ده انت جلطه يا اخي اللي عامل الماب ده يا جماعه، والله غصب لازم اشتري، مش هشتري والله. لا انا بشتري في اي ماب هنا، مش هشتري بقى عشان انت بتستعبط غصب هو ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا جماعه، والله هيغلطني معايا ده، بس مش عارف يعني. افتحوا لنا الباب. ايه من هنا؟ من الفنت. اوكي نايس يا باشا، خش من الفنت، خش لي. ايه ده؟ اوكي يعني مش فاهم يعني، كان معلق برضه، بس يلا ما علينا يا جماعه. هنا كل حاجه بتعلق الماب ما شاء الله، ما بالتعليقات. بس لغايه دلوقتي ما شفناش مستر سكيلتون، فمش عارف. ثواني اتوقع محتاج ان احنا نسيبها كده عشان تنزل. يا سلام يا باشا، خش لي على طول. مزمزيل يمن، ايه ده؟ يمن مخطوفه هنا ولا ايه؟ مش عارف، عامله زي التماثيل ليه كده؟ ما علينا. ايوه يا سلام، لعبت الحاجات دي بقى، الحاجات دي تخصصي يا جماعه. يا سلام عليك يا اسطوره. استنى دي نطلع بس. لا يا عمي ما لمستهاش يعني، ما كنتش اعرف. اوكي يلا ما علينا. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام. لا لا، او ماي جاد، فهمت، ما ينفعش استناها تنزل، لازم اتصرف بسرعه يا جماعه، استناها لما تطلع هي. استنى ناخد بس الكوين ده. بس انا فهمت يعني، اتوقع ان انا فهمت، ان المشكله لما بتنزل. بص ايه وقعت فيها دلوقتي. اوكي نايس يا اسطوره، خلي بالك هنا. يا سلام عليك، استناها بقى تيجي يا جماعه، لان هي يعني فيها جلطه كده في الموضوع. طيب برضو كده يعني هموت في نفس الوقت يعني، حاسس مش هتعرف تظبطها، لان لازم استنى الثانيه تطلع.
والله لازم كده بالثانية. ايوه يلا بسرعة. ايوه تروح هنا بقى على طول. يا سلام تظبطها كده يا جماعة، لان في واحدة بتنزل واحدة بتطلع، فجلطة. ايوه وعملناها هنا كمان، حلوين والله. ان العيب يا جماعة، خلصتها كده على طول ايزي، مفيش مشكلة يا رجالة. لا لا ليه اتسرعت ليه؟ يا الله يا عم مش هشتري انا، ما تقرفناش. استغفر الله بس يا جماعة، هتقلت انا من الباب ده، بس يلا مش مشكلة. مش عارف ده ايه فيروس ده ولا ايه اللي على البتاع اللي هنا ده، مش عارف. لا انا كده زهقت بقى من المبدا، انا كده كرهت الماب فعلا يا جماعه. الماب مستفز والله، مستفز الماب. اهو اصبر بقى المرات، ما تتسرعش، مش لازم استعجال. سوسو بعدها بلا ساعه عماله ترقص هناك وسطها وجعها اساسا. اوكي وصلنا اخير الحمد لله. ده ايه الجلطه دي يا اخي؟ طب نعمل ايه بعد كده؟ رجع ننزل هنا، ماشي مكان امان يعني الحمد لله. ايوه اوبا 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 ظهرنا السكريتونات. او ماي جاد، بس ده اتوقع مش الكبير. بس لحظه، في مفتاح. هات المفتاح يا باشا. ما جابش المفتاح ليه؟ يا نهار اسود، هات المفتاح يا كابتن، هات المفتاح ده بقى. يا دي اللي مش عايز يجي المفتاح. يمكن لازم ادور عليه واجي افتحه هنا. طب هو ليه رسمه لي؟ مش عارف. اوكي في كوين. ايوه السكريتون ما يقدرش يدخل هنا يا جماعه. نهرب. يا سلام عليك يا اسطوره، هربنا فعلا. فين المفتاح يا رجاله؟ لقيته. عرفت يا جماعه مكانه؟ نايس. خشوا يا رجاله هنا، حلو قوي يا جماعه. كان راسم لي المفتاح في مكان اصلا ما فيهوش المفتاح ده، يعرفك ان مصمم الماب كان شارب حاجه قبل ما يعمل الماب او كده يعني، فتقريبا مش عارف. وجاي عرفنا هنا في الماب. حلو الاسانسير ده، بس تقريبا انا يا جماعه سبقتهم كلهم والله، كلهم تحت دلوقتي، انا الوحيد اللي طلعت. ثواني الحيتش اخد الكوينه دي، يلا ما علينا مش مشكله. اوكي ثواني، طلعنا ولا لسه؟ في نجفه هتخبط في راسي يا باشا. معلش النجفه دي مش عايز تخبط في راسي يا باشا، اوعى تقول لي هموت يا باشا، مش ناقصه جلطه يا باشا. ايوه خش بسرعه هنا. ايوه الحمد لله هي وقفت اصلا. في كوين هناك يا جماعه، نروح ناخد الكوين. مش عارف استفيد بيهم ايه، بس يمكن اقتل بيهم السكيلتون ولا حاجه، مش عارف. ناخد الكوينات دي. ايوه سوسو وصلت كمان الحمد لله على السلامه. مزمزيل ايه فين؟ اوعى تكون ايه اتحشرت تحت. ايوه ايه تحت يا جماعه، ايه اتحشرت فعلا ولا مش عارف مين، بس ممكن تكون هي اللي اتحشرت دي. فخلينا نشوف بقى نعمل ايه دلوقتي. يا سلام يا باشا، يا سلام عليك يا اسطوره. خش لي ايوه الجندي. ما يهمنيش يا باشا الاكسات بتاعتك دي، اديله ما يهمنيش. بس هنا يا جماعه لازم الصبر، لان الماب ده لو واحد بيستعجل فيه، هو الماب ما جلتش لوحده اصلا، فتستعجل كمان يجي لك جلطات. الحاجه اللي عجباني فيه جدا هي التصميم الصراحه يا جماعه، تصميم الاماكن فخم جدا يعني عظمه. بس الجليتشات فيه عظمه برضه يعني، ما شاء الله شفته من شويه. خلي بالك بس، ما انا بس هشبع معلش. وفي هبل كمان بيحصل، لان بيموتك من غير سبب عشان يقول لك تعالى اشتري، اتوقع كده تقريبا يعني، بيموتك عشان يقول لك تعالى. ما تقرفناش يا عم. استغفر الله. يلا ما علينا، خلي بالك. اوكي دي غلطه مني، ماشي نعديها دي مني. يلا رجاله صحصحوا لنا كده. يا سلام. واحد كمان الله عليك. وميدو بيرقص هنا، ماشي مزمزه الرقصه. خلي بالك بقى هنا ميدو. يا سلام عليك يا باشا. لا استنى يا باشا ما تطلعش، انا بتسلق وخلاص. ليه؟ طب اعمل ايه هنا يعني؟ انزل؟ والله اكيد مش انزل، امشي مثلا على الطرف. اوكي والله صعبه دي يا جماعه، والله صعبه. طب ناخد الكوين دي هنا. والله خايف. اي غلطه هنا تروح في داهيه. او ماي جاد، صعبه. اوكي عملتها الحمد لله، خلصتها. والله غلطه يا جماعه، كانت غلطه بجد، بس الحمد لله خلصناها. ايه ده؟ طب اما اروح فين يا باشا يعني؟ ايوه ثواني عدي بسرعه، لانها تقريبا بتطلع نار بعدها. ايوه ما لحقتش. سوس يلا شد حيلك. فين ايه يا جماعه؟ ايه ما جاتش لسه محشوره. والله نايس، شكلها محشوره لغايه دلوقتي. ايوه خلي بالك هنا، بسرعه قبل ما تيجي بسرعه. الحمد لله الحين قبل ما البراد ده يتف في وشنا. طيب نعمل ايه بعد كده بقى؟ نطلع هنا. يا سلام هدي. والله مش عارف اتجاه فين يا جماعه، مش عارف امشي كده صح ولا لا. ايوه هنا نايس. ليه الحركه دي ليه؟ انت استفدت ايه؟ طيب رجعنا تاني هنا يا جماعه على طول. اطلع بقى الكوبايات يا باشا. يا سلام خش لي ما تقعدوش ترقصوا بقى وتجلطونا، كفايه الجلطه. ايه ده يا رجاله؟ حد الحقني يا رجاله. يبقى يا جماعه اللي مشيتوا حد الحقني يا جماعه اللي مشيتوا. شوف يا جماعه، لما اقول لكم الماب خربان مضطر اعمل ريسيت، لان الماب خربان فعلا. ما اعرفش يا عم حشرني يعني، لا منها مت ولا منها كملت ولا اي حاجه، اتحشرت كده اهو. وتشوف التماثيل اللي عماله تقرفني دي. اوعى يا كابتن، اوعى من وشي. ايوه يا سلام. خدعتك يا ولد. خدعته برضه والله ان لعيب يا جماعه. يلا خلي بالك بقى. يا سلام عليك. اوكي مش يا سلام قوي، سهله يا جماعه بس يعني تلخبط في نفس الوقت. بس لازم كده تبعد عن النار دي. يا سلام حلو والله. توتر الصراحه، بس ايزي يا اسطوره ايزي. والله عملتها كلها، خلاص كفايه، لازم مليون واحده. ليه اموت في اخر واحده؟ ليه؟ والله العظيم يا رب، استغفر الله بس على الجلطه يا جماعه، غلط ويجيب لي مليون واحده. ما خلاص كفايه واحده، ده انت مقرف. يلا اخر واحده تانية اهي. اوقع فيها تاني. ايوه كده، احترم نفسك بقى. لا حول الله يا رب.
يا رب. ايه ده؟ اوه اخدت تشيك بوينت. الحمد لله خدت تشيك بوينت عشان كنت هيجي لي جلطه دلوقتي يا جماعه. الحمد لله يعني موت في اخر واحده فعلا، بس كنت خدت تشيك بوينت لان راسي ماتت وقعت على التشيك بوينت على طول، فراسي خدت التشيك بوينت الحمد لله. بس يلا خلي بالك، حلو حلو، برافو عليك، تمشي في الليزر ده فعلا. هنا الرجل الخارج بيعمل كده، خلي بالك خلي بالك. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام يا اسطوره يا سلام. الليزر بيلمس شعري يا جماعه بس مش مشكله. حلو، تطلع هنا، خش يا ميدو، خش يا ميدو، ما تلخبطنيش يا ميدو. يا سلام عليك يا اسطوره، والله انك فنان يا اسطوره، معلش انت فنان زياده عن اللزوم. المهم دلوقتي يا جماعه خلصنا. ايه ده؟ ايجو دي، ايجو دي ستوب. اوكي اوكي، على حسب ما هو يبعت لي يعني. فهمت فهمت. طب هو بعت لك ستوب يا اسطوره، انت كده ما فهمتش حاجه. يلا دلوقتي جون، امشي يا جماعه. اوكي ستوب. لا والله يا عم لعبه الحبار، ما تلفوناش معاكوا يا جدعان بقى، والله صعبه دي يا جماعه. اوكي نستنى نستنى نستنى، يلا يلا نستنى نستنى. ايوه 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 ايوه، اثبت. اوكي، هو لما تيجي كده اللون الاصفر اللي في النص دوت معناها اقف وخلاص يعني، مع انه يعني المفروض ده استعد، بس انا ما بلحقش استعد فنقف وخلاص اهو. والاخضر جه ما مشيتش برضو، توتر شويه بس انا عايز اخد الكوين. ما خدتوش اصلا، مش مشكله، مش عايزين الكوينات، الكوينات هتضيع وقت يا جماعه. بص ميد وصل من سنتين بيرقص. يلا 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 بسرعه اسطوره، خش خش لي يا سلام، اقف بس المره الجايه هوصل يا جماعه متاكد. يلا 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 خش له على طول يا باشا، ايزي نايس يا جماعه. ده مين ده؟ ده مش عارف مين الراجل الغريب اللي واقف هناك ده، بس ما علينا. بيقول لي دور على بطاريه. لازم نلاقي بطاريه هنا يا جماعه، مش عارف هنستفيد بيها ايه، بس ندور. هات الكوين ده يا باشا. عندنا واحد كمان هنا، ايوه ممكن يكون هنا، لا مش عارف يا جماعه، بس ممكن يكون هنا. خلينا كده نشوف البتاع ده هيعمل لنا ايه بالظبط يعني. ايوه انا نزلت الكهرباء كده، شغلت الكهرباء، حلو والله كده تقريبا خلاص، ولا في حاجه ثانيه ادور عليها؟ بتقالي لا كده خلاص. ياب ياب ياب، هو تقريبا دي البطاريه اللي كان قصده عليها. طيب ماشي. ايه ده بقى؟ لا ايه ده بقى؟ هي بتطلع لفوق. اوكي استناها تطلع يا جماعه، لان من غير ما تطلع كده احنا في ورطه. طب ما طلعتش، ايوه دي طلعت، حلو الحمد لله. طبعا ميدو اتكل على الله ورا، استناها برده يا جماعه، والله بتطول بتطول يا اخي. ايه ده؟ اطلع يا حاجه، مزمزيل اطلع يا مزمزيل. ايوه كده، متشكرين يا حاجه متشكرين، نايس نايس. ايه البوابه دي؟ ده يا جماعه بوابه نزر دي ولا ايه؟ لا ده كده ماين كرافت بجد، دي بوابه نزر دي ولا ايه يا رجال؟ او ماي جاد، والله نايس يا جماعه، حلوه دي حلوه حلوه. صراحه التصميمات في الماب حلوه رغم العك اللي موجود في حاجات تانية يعني، بس التصميمات عجباني، التصميمات نتنا. معلش يلا خش في بوابه النزر تاني، والله شكلها بوابه نزر بجد. اطلع بقى هنا، نايس يا جماعه، نقدر نقدر نعملها دي، بس لازم نظبطها، مش عايزين عك كده زي المره اللي فاتت. يا سلام عليك يا فنان، فنان يا ابني يا ابني، فنان يا ابني، انت فنان ولا ايه؟ مش عارف، انت شكلك فنان فعلا اهو يا جماعه. ايزي ايزي، يلا هنعملها من تاني محاوله، دي تاني محاوله ان شاء الله ما نموتش بس ولا مره. يا سلام عليك يا سلام، يلا يلا. او ماي جاد او ماي جاد، كتير كتير يا اخي يا اخي، انت ما زهقتش وانت بتصممهم؟ طيب يعني احنا زهقنا واحنا بنلعبهم، انت ما زهقتش ازاي؟ ايه الجلطه دي؟ او ماي جاد، او قربت قربت قربت. ايه البوابه الغريبه اللي هناك دي؟ بوابه زمنيه. يا سلام عليك يا سلام يا اسطوره، حلو. ركز ركز يا جماعه، لو مت دلوقتي وهعيد كل ده مش هعيد، انا همشي عشان دي جلطه كده. خش لي خش لي. او ماي جاد، دخلت في البوابه الحمد لله. او ماي جاد، لا لا، وطلع السكيلتون. يا نهار اسود، ده شكله البيج بوس يا جماعه. طيب اجلده بايه؟ معايا صاروخ هنا، اديله اديله بالبازوكا، اديله بالبازوكا على طول، والله نايس. ايه ده؟ والله يا جماعه يا نهار ازرق، ده الهيل بتاعه عالي جدا. يا نهار ازرق، لا ده احنا هنقعد سنتين. يا نهار ازرق، ب 10000 هيله، 10000 تقريبا. اللي عمل الماب ده يا جماعه كان قاصد ان هو يعني يجلطنا في كل مرحله نص ساعه تقريبا يعني، بيطول المراحل. وجالنا في البوس فايت اللي في الاخر قال لك الهيل 10000، يلا يا باشا مع السلامه، مع نفسك عيش، هنقعد سنتين فيه يا جماعه، والله هنقعد سنتين. بص الجلد ده كله يا دوب جبت 9000 يا دوب. طب ثواني بس ناخد القلوب دي يعني عشان اكيد هتفيدني. حلو البتاع اللي بيسرع ده، مش عارف ايه ده برضو، ثواني نضرب عليه بس، اهم حاجه اهم حاجه يتجلد يا جماعه. يلا جلدوه يلا جلدوه يا رجاله، يلا يا رجاله خش عليه، والله هيتجلد بعد سنتين ده يا جماعه بالعافيه والله عشان يموت. يا عم ما تقربش مني قوي كده بقى، ما تقربش بقى يا باشا، احترم نفسك شويه. راح فين؟ ايه ده؟ عم السكيلتون فين يا رجال؟ يا نهار اسود، جالنا من هنا. خلبوصه انت، خلبوصه عم السكيلتون. ماشي والله هتتجلد، معلش هتتجلد هتتجلد، ما هو مش بعد المبدا كله وما جلدكش، ده انا طلع عيني عشان اوصل لك اصلا، معلش يعني لازم تتجلد. انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ ده قلب سلحفه ليه كده؟ ما اعرفش، قلب سلحفه وعمال يرقص تقريبا. ثواني في قنبله، حلوه القنبله دي يا جماعه، نايس نايس نايس. ايوه اديله اديله، استغل الفرصه كده وهو نازل لتحت كده ونديله كتير يا جماعه. 8000 بعد ده كله، لا انا كده يوم طويل قوي. 2000 years later. طب يا جماعه فاضل له 500، فاضل له 500 وجلطني جلطه مش طبيعيه خالص، بس ما متش ولا مره لغايه دلوقتي. اوكي يلا خلاص خلاص، لو مت دلوقتي هتشل. اوكي
الحمد لله الحمد لله. فضل له ضربة. نايس اخيرا. اوه ماي جاد يا جماعة والله تشليت منه يا اخي. 10000 هي 10000 يا باشا ما عندكش وقت انت. الحمد لله يا جماعة خلصنا عليه والله نايس. يعني اتوقع انا الوحيد اللي اكسبت الماب تقريبا. مفيش حد يخلص معايا. ماشي يا شباب ده كان فيديو النهارده. رب الفيديو يكون على القصة بتاعته. بيمس والله كان مشترك. ما كنتوش مشتركين وبس. اشوفك الحلقة الجاية يا حبيبي ومع السلامة.